هذا بايب الغاز عندي هون، الماكينة راح تركب هون، شايفين الاندوريونت، والاوت دور راح تركب اعلاها. بايب الغاز عندي فيه انا حاليا، اذا بسحبه هيك طبعا بقدر اسحبه وبقدر انزله باي وقت. تمام، هون طول البايب لا يتجاوز مثلا 4.5 5 متر ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية بالنسبة للطابق الأخير. بينما أنا إذا بدي أجيبه من الرايزر، أقرب رايزر هذا الرايزر اللي عندي، طبعا بدي أفطر أطلع من هون، سواء أمشي مثلا بهاي الطريقة أمشي بهاي الطريقة حسب عاد هون شو نوع الديزاين. هو فلات، بقدر أنا أمشي كروس مثلا من هون مباشرة أختصر المسافة. المهم أنا بدي أمد تقريبا 7 متر بايب حتى اوصل لعند الوحده الداخليه بدون اي مبرر، واعرض بايب الغاز. طبعا خلال عمليات التركيب اللي شغالين في المجال بيعرفوا، اعرضه للمشاكل، اعرضه للتخريب احيانا، ممكن جماعه الجبس بعد طبعا ما تكون انت مديت في اعمال ثانيه رح تيجي خلفك ما بتعرف شو في وراك عم بيصير، هم ثقبوا لك البايب، هم خربوا لك البايب. بينما يعني لما تركب انت قبل عمليه الصب بتيجي انت كمقاول تكييف بتركب في الاماكن المطلوبه بايب بلاستيكي، بتنزله بتسكره من الطرفين وبصب السقف، بيظل في عندك فتحه بسيطه بتقدر تنزل منها بايب الغاز بهذه الطريقه. واضح؟ ولكن انه احنا نيجي نقول بايبات الغاز من الرايزرات، لا، انا هذا الامر اعترض عليه تماما. بايب الغاز ليس من الرايزر، وهذا الرايزر غير مخصص لبايبات الغاز، واستخدام الرايزرات أنا من وجهة نظري أمر خاطئ.